كنا هنولع دلوقتي حرفيا في شعر. هاي جايز ويلكم باك تو ماي شانل، انا روان داش. هاي فيديو النهارده هيكون من سلسله اغلى وارخص، اللي هي خلاص سلسله المفروض تتكتب في تاريخ حياتي، من صالونات لضوافر لشعر لمكياج. قررت اخدكم رحله جديده شويه. النهارده هنروح على ارخص واسوأ بوفيه مفتوح موجود في الحياة، في الدنيا، في العالم كله، وبعدها على طول هنروح على اغلى واحسن بوفيه مفتوح 5 نجوم وهنقارن ما بينهم. اكيد بتسألوا نفسكم دلوقتي ليه يا روان ممكن تحطي نفسك في الموقف ده؟ كل الموضوع انكم انتوا بتحبوا الفيديوهات دي، فانا بحب اسليكم، فياريت يكون عندكم شوية تعاون وتحطوا لايك. وهي دي تعليقات النهاردة، عايزة اقول لهم شكرا من كل قلبي على كلامكم اللي يجنن. ولو انتوا كمان حابين ان التعليق بتاعكم انتوا يطلع معايا في الفيديو الجاي، كل اللي عليكم تعملوه هو لايك على الفيديو وسبسكرايب في قناتي علشان نوصل 2 مليون، وسيبوا تعليقاتكم تحت وبس. ودلوقتي جه الوقت ان احنا نبدا الفيديو، سو ليتس جو. اوكي جايز، سو اول مكان هنروح عليه هو البوفيه الرخيص. انا مرعوبه. معرفش نوعيه الاكل هناك هتبقى عامله ازاي، معرفش لو المكان هيكون نظيف ولا لا، واحتمال كبير اتسمم. انا بغامر بصحتي حرفيا دلوقتي علشان اصور لكم الفيديو ده، سو انزلوا اعملوا لايك على الفيديو. عايز تتصدم صدمه عمرك؟ يس. هقرا لكم دلوقتي شويه تعليقات الناس كاتباها على المطعم ده. اول تعليق بيقول ان المكان حلو وراقي لكن جوده الاكل سيئه جدا. هو وشك قلب ليه؟ الخدمة هناك سيئة جدا. في حد حطت الصورة دي وكاتب عليها انه اللحمة كانت ناشفة جدا وكانت تقريبا يعني مش للأكل. ماي جاد. اوكي ده اللي انا كنت خايفه منه. طلبت شيش كباب، شكله كان حلو جدا بس الاكل ما كانش سخن وكان في ريحه وحشه جدا طالعه من اللحمه. لا لا حقيقي لو حصل لي كده هناك انا شخصيا ممكن ارجع. يلا نروح نعذب نفسنا. انا جعانه جدا وما اكلتش اي حاجه، فان شاء الله الاكل يطلع يعني مش سيء قوي لاني فعليا هموت من الجوع. سعر الشخص الواحد علشان تاكله في ارخص بوفيه هو 60 درهم للشخص، يعني ده فعليا ممكن يكون ارخص بوفيه اكل فيه في حياتي كلها. عارفين ايه مشكلتي بجد في التحدي ده؟ ان انا انسانه بتقرف من اقل حاجه. اهم حاجه بالنسبه لي ان المكان يكون نظيف، فلو نظيف انا هعرف اكل. اول ما وصلت على ارخص بوفيه اتصدمت بصراحه من شكل العماره قد ايه كانت قديمه. اول حاجه حسيت ان هي كانت غريبه جدا جدا من اول ما دخلت المطعم ده، وهو انه حرفيا يا جماعه احنا الوحيدين اللي كنا في المطعم، المكان كله فاضي بالكامل، مع العلم ان احنا رحنا في وقت غدا. البوفيه عندهم حجمه كبير وكمان كان في عندهم اختيارات كتير جدا جدا من الاكل. بصراحه انا مصدومه من كميه الحاجات اللي عندهم، حتى في عندهم سوشي، بس مش عارفه لو دي فكره حلوه ان احنا ناكل سوشي في ارخص مكان ولا لا، فهنشوف. شكل الاكل نفسه كان حلو جدا بصراحه، بس مشكلتي كانت مع الريحه. الريحه يا جماعه نايس. الطبق صراحه نظيف. نبدا منين؟ عايزه اخد سوشي بس خايفه. لو خدت سوشي ممكن احتمال كبير ابات في المستشفى النهارده. هجرب سوشي، هاخد واحده من كل نوع علشان نجرب كلهم. طب حطي بس. والله في شعر. انت بتهزري؟ اقسم بالله في شعر، اقسم بالله، اقسم بالله في شعر يا جماعه. هي دي اللحمه اللي كان مكتوب عليها الريفيو اللي انا قريته لكم يا جماعه ان فيها ريحه. طبقي ما فيهوش مكان خلاص. مبسوطه من نفسك؟ لا. المعلقه مش نظيفه. الاكل ليه ريحه مش طبيعيه. ابدا بايه؟ ابدا بدي. يا جماعه دي المفروض تكون سبرينج رول بالجبنه، كلنا عارفين ان السبرينج رول بتبقى مقرمشه، دي اطرى سبرينج رول مسكتها في حياتي. شوفوا طريه بطريقه مش طبيعيه، والجبنه اللي فيها اصلا ملهاش طعم، ايه اللي لازق فيها ده؟ بعد كده في عندنا السلطه دي، دي اعتقد سلطه تونه، مش عايزه اكلها.
يا جماعة السلطة زفرة بطريقة مش طبيعية. أنا مش مصدقة، أنا بجد مش مصدقة. كتير قوي بروح على مطاعم رخيصة وبحبها جدا، حتى أكتر من المطاعم الغالية، بس المطعم ده أنا ما شفتش زيه في حياتي. طعم الأكل ما كانش حلو، الأكل كان ساقع، لقينا شعر في الأكل. أنا بجد 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 خايفة دلوقتي ومرعوبة أجرب السوشي. السوشي يعني عبارة عن رز بس، مفيش جواها أي حاجة. شوفوا بجد ما فيهاش حاجة، أنا مصدومة. لا 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 انت بجد؟ لا 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 اقصد لا انت بجد؟ لا 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 لا، دي اسوأ مرة اكل فيها سوشي في حياتي. لا بجد عادي اجرب؟ لا بجد هترجع. لحظة لحظة بجد انا مش مستوعبة الطعم اللي انا دقته دلوقتي. اذا عايزين تنتقموا من حد جيبوا المطعم ده واكلوا السوشي بتاعهم. دوق دوق يلا، بس حتة صغيرة علشان يعني بجد بجد هتندم. قلت لك انا عايز اسأل حاجة، هو ليه مسكر؟ عارفين لما تكونوا بتاكلوا حاجة معينة وتحسوا من جواكم ان الحاجة دي هتسممكم؟ هو ده بالضبط اللي حصل لي. ده كان اسوأ سوشي كلته في حياتي. تعال نكنسل الفيديو. الرز بتاع السوشي كان طري بطريقة مبالغ فيها جدا، وطعم السوشي كان مسكر. الرز طعمه مسكر، يعني اول مرة ادوق سوشي طعمه مسكر. عايزة تجربي اللحمة، احنا اصلا جينا هنا. احنا اصلا يا روان جينا هنا عشان اللحمة. اللحمة طرية قوي. طب دي مش حاجة كويسة. دلوقتي عرفت ليه الشخص ده كتب انه اللحمة فيها ريحة، لانه فعليا فيها ريحة. صراحة مش وحشة. لا لحظة هغير اقوالي، فيها طعم في الاخر مش حلو، يعني فيها طعم في الاخر كده تحسوها زفرة سنة. الاكل مش هو اللي كان اسوأ حاجة في الموضوع. واحنا قاعدين بناكل لبينا ولا علينا، فجأة سمعنا صوت حرفيا كأنه قنبلة انفجرت. عايزين تعرفوا الصوت ده كان صوت ايه؟ ده كان صوت غاز. يس. وعارفين المطبخ ده كان فين؟ جنبنا بالظبط. كنا هنولع دلوقتي حرفيا، يعني فوق ما احنا قاعدين بناكل اكل فيه شعر كمان هنولع واحنا بناكله. بصراحة بعد اللحظة دي مش بس بقيت خايفة على معدتي، بقيت كمان خايفة على حياتي، وكنت حرفيا بعد الدقايق علشان اطلع من المكان ده. هجرب دلوقتي الماش بوتيتو. الماش طعمها حلو قوي، الماش والغلطة الصراحة. كيف في بعد كده عندنا الكبسة. الرز طعمه حلو بس الأكل سائع. خلونا نجرب الفراخ دلوقتي. الفراخ مش راضية تتقطع. 2000 years later. بقالي 60 سنة قاعدة بعمل كده. اوكي وأخيرا الفراخ فيها طعم غريب. عارفين الفراخ لما يكون فيها زفارة فراخ؟ اوه دي تقريبا chicken wings لانه فيها عظمة من جوه، فخلونا نجربها. ده نوع فراخ تاني. طعمها شبه كنتاكي. بجد؟ والله حلو قوي. ليه الطبق بتاعي بقى شكله عامل كده؟ بقى مبهدل قوي يعني، عيب عليا. اوكي في الفيش فيليه ده، سو هجربه دلوقتي. اصفر ممكن عشان التوابل. حاسه ان هو ملوش طعم، مش سمك ولا فراخ ولا اي حاجه. مش عارفه دي لحمه ايه اصلا. جربت الباستا؟ لا لسه. ايه السي فود؟ ريحتها سي فود. ريحتها سمك او جمبري او كده. تحس ان هي ملهاش طعم او مش حاطين عليها ملح. اعتقد انه بس كده صح. لسه باقي الحلويات. يا جماعة هي دي الحلويات اللي انا جبتها. بالنسبة للحلويات كان عندي مشكلة معاها زي مشكلتي مع الاكل، شكلها حلو بس الطعم مش قوي، زائد ان معظم الحلويات دي كانت حرفيا كأنها بايتة بقالها 60 سنة وكانت ناشفة جدا. 12 seconds later. مش قصدي اكون حقيرة خالص والله، بس انا بجد ما صدقت اطلع من المكان ده. مهما اشرح لكم، مهما اقول لكم، ومهما حاولت اوصل لكم قد ايه البوفيه ده كان بجد سيء، مش هتقدروا تصدقوني غير لو انتوا جربتوا بنفسكم. اول مرة اكل في مطعم وبطني تكون مقلوبة بالشكل ده. وجعك فعلا؟ لا مش بتوجعني، بطني مقلوبة. اوكي يا جماعة دلوقتي اقدر اقول لكم رأيي في اسوأ وارخص بوفيه. طول الوقت وانا قاعدة باكل حاسة انه انا هيجيلي تسمم، انا هتسمم، انا هرجع، انا هروح على المستشفى. ما كنتش قادرة امسك نفسي وكان حتى باين على وشي، وانا ما بيحصليش كده غير لما الاكل بجد يكون مش نظيف. معظم الاكل كان بارد وتحسوه بايت من اليوم اللي قبله، مفيش ولا حاجة كانت سخنة ولا حاجة كان طعمها فريش. دي كانت حرفيا
حرفيا أسوأ تجربة أعيشها في حياتي في مطعم. تجربة عمري في حياتي ما هعيدها تاني الصراحة، بس بحس هديله 1/10 علشان الماش بوتيتو بجد كانت حلوة قوي، فهنديله 1/10. كنت في أسوأ بوفيه، حصلت لي صدمة عصبية، فدلوقتي جه الوقت ان انا اروح على اغلى واحسن بوفيه موجود في مدينتي اللي هو 5 نجوم. سعر الشخص الواحد في اغلى بوفيه هو 135 درهم، فرق شاسع جدا في السعر ما بين الاثنين. من غير ما اطول عليكم اكتر من كده، خلونا دلوقتي نروح للبوفيه ال5 نجوم. وهنا عندي الطبق بتاعي. صراحة الأكل شكله يجنن ويشهي جدا. وهنا عندنا الكشري، بقالي كتير قوي ما كلتش كشري على فكرة. هل؟ يام، واو، مش أحلى كشري كلته في حياتي، بس حلو قوي. أول طبق 10/10، مش عارفة أبدأ منين بصراحة، بس أعتقد هبدأ بالبطاطس. أو ماي جاد، واو. لقيت عندهم نفس سلطة التونة اللي جربناها في البوفيه الثاني. واو، الفرق في الطعم زي فرق السما من الارض، مع ان دي سلطه تونه بس ما فيهاش ولا نقطه زفاره. التانيه كانت زفره جدا. جبت كمان تبوله. عارفه ان في ناس كتير هتستغرب مني دلوقتي، بس انا مش انسانه بحب التبوله قوي، ودي اعتقد الكول سلو، سو خلونا نجربها. حلوه قوي. ممكن اجرب الرز او الكبسه دي. كبسه رهيبه صح؟ الكبسة روعة بدون مبالغة، دي أحلى كبسة كلتها في حياتي. لسه ما جربتش الفراخ بتاعت الكبسة. الفراخ برضو حلوة قوي، السوا بتاعها مظبوط وما فيهاش أي نوع من أنواع الزفارة، أو مثلا ما فيهاش كده طعم غريب. عايزة أجرب الستيك، مع إني ما بحبش اللحمة، بس الستيك شكله حلو، ما فيهوش ريحة، دي حاجة حلوة قوي. الستيك حلو قوي صراحه، ما فيش مقارنه خالص ما بين البوفيه ده والبوفيه الثاني. حاسه ان احنا كنا في الجحيم وفجاه بقينا في الجنه. عندنا بعد كده السمك المقلي ده. في البوفيه الثاني كان برضو فيه سمك مقلي، فدلوقتي هنقارن ما بين ده والثاني. ده اللي يتقال عليه سمك مقلي، الثاني ده معرفش كان ايه. باقي لسه عندنا المكرونه، حاسه ان طعمها غريب، يعني ولا مره دقت مكرونه بالطعم ده. اوه يمكن بالزبده، بس طعمها حلو، بس مش احلى حاجة دقتها لحد دلوقتي. باقي دلوقتي ايه؟ ديزرت. باقي الحلويات. مستحيل طبعا نيجي بوفيه وما ناكلش الحلويات. هاجي معاكي اكيد. يلا بينا. هما دول الحلويات اللي جبتهم، شوفهم احلاهم، كلهم صغيرين كده جنب بعض. ابدأ؟ يس. بحس هبدأ بالتشيز كيك، انه التشيز كيك هي عشقي. واو، دي يمكن من احلى التشيز كيكس اللي كلتهم في حياتي ولا غلطة. اعتقد ان انا بدأت اقول كده على كل حاجة في المطعم ده قد ما هو عجبني. البراوني شكلها غريب، اعتقد ان دي مش براوني، مش عارفة اسمها ايه. بودينج، شوكليت بودينج. بحس لازم يكون حد بيحب الشوكليت قوي عشان يحب البودينج ده. الريد فيلفت شكلها كيوت قوي. مش اي حد بيعرف يظبط الريد فيلفت كيك على فكره، بس دي مظبوطه جدا. في دي اللي هي موكا كيك، اعتقد يمكن هي بطعم الكافي. واو بجد حلوه. واو طعمها كافي. كافي طعمها كافي. او ماي جاد، مش قادره اتنفس من كتر الاكل. اوكي يا جماعه، سو رايي في البوفيه الغالي. التجربه بتاعتي كلها في اغلى بوفيه كانت روعه. اولا المكان كان راقي جدا، البوفيه كان واسع وكبير، واهم حاجه بالنسبه لي طبعا ان المكان كان نظيف. المعالق والشوك والاطباق وكل حاجه كانت نظيفه. لازم ارجع تاني على البوفيه ده واكل كبسه، لانه كانت كل الاكل كان فريش، كله كان سخن، كله كان طعمه رهيب. وكمان اعتقد ان دي اول مره اروح بوفيه ويكون عندهم كشري. الحاجه الوحيده
الوحيده اللي عندي تعليق عليها في اغلب بوفيه ان هم ما كانش عندهم اختيارات كتير زي ارخص بوفيه. كنت اتمنى ان يكون في شويه اختيارات اكتر، يعني مثلا كان في بس نوع واحد من الرز، نوع واحد بس من المكرونه. كنت حابه يعني اغامر اكتر من الاخر. هدي اغلب بوفيه 9 من 10، واكيد ممكن طبعا اروح اكل فيه تاني، وحسيت ان هو فعلا يستاهل الفلوس. وبس جايز، كده نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده. انتوا اكتبوا لي تحت في الكومنتس اي بوفيه حبيتوا اكتر، حبيتوا الرخيص ولا الغالي. ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو، كمان وصلونا 2 مليون فانزلوا اعملوا سبسكرايب. ودلوقتي عايزه اقول لكم ثانك يو سو ماتش فور واتشينج، بحبكم قد الدنيا كلها، وان شاء الله اشوفكم في كل الفيديوهات الجايه. باي جايز.